أذهب إلى ضيفنا من بيروت العميد منير شحادي، الخبير العسكري وممثل الحكومة اللبنانية السابق لدى اليونيفيل. سيادة العميد، أهلا بك معنا. كيف ينظر إلى هذه المعلومات المتوافرة وهذا البيان، والحديث عن أيضا حسب الأخبار قوة كوماندوس خاصة دخلت إلى الأراضي اللبنانية؟ هذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 ينفذ فيها الجيش عمليات داخل الأراضي اللبنانية. يعني تحية لك ولكل المشاهدين. أهلا بك. يعني أي جيش يبدأ بعمل بري يسبق ذلك تمهيد بقصف إن كان جوي أو مدفعي، وهذا ما حصل منذ ساعات. قامت إسرائيل بقصف مكثف مدفعي وجوي لطول الجبهة في الجنوب، وخاصة كانت تركز على منطقة الوزاني، لأنه كانت الحشود هناك في إصبع الجليل وقريب من مسكاف عام. وذكرت المقاومة أنها استهدفت هذه التجمعات التي تقدر عدد الآليات في هذه المنطقة بحدود 100 آلية عسكرية بينها دبابات وآليات مدولبة. ويعني تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تحليق طوافات لتنقل قتلى وجرحى بسبب هذا الاستهداف. هذا أولاً. هلا عندما تعلن إسرائيل أنها بدأت بالعمل البري، يعني هنا يجب أن يتوقف الإسناد الناري إن كان مدفعي أو جوي، لأن المعركة سوف تصبح على مسافة صفر. يعني معناتها الإسناد الناري يصبح من اللازم توقفه لكي تتمكن القوى البرية المتقدمة أن تتقدم. هذا لا يعني في العلم العسكري أن إذا عبرت عدة آليات الحدود اللبنانية يجب أن تتلقاها المقاومة بالنيران. يمكن أن تستدرجها إلى منطقة معينة لتوقعها في كمين محدد وتنقض عليها. يعني مش إذا عبرت أول دبابة يجب أن نسمع أن هناك أسلحة تستهدف هذه الدبابة. يعني هناك تكتيك، سيادة العميد، نتكلم عن تكتيك معين من قبل حزب الله ممكن أن يفاجئ به القوات الإسرائيلية المقتحمة في هذا الغزو البري؟ من مصلحة أي قوة مدافعة، إن كانت قوة مقاومة كمقاومة في لبنان أو حتى جيوش، أن تدع يعني القافلة أو المحاور التي تدخل منها الدبابات، أن تدعها تدخل إلى مسافة معينة تتمكن هذه القوة المدافعة من أن تطبق عليها من كافة الاتجاهات وتقضي عليها. يعني لا يجب على أي قوة مدافعة أن تظهر وتكشف نفسها مكان تمركزها إلا عندما تتأكد أن هذه القوة المهاجمة أصبحت ضمن فكي كماشة لكي تنقض عليها بالأسلحة المناسبة. لكن والأسلحة كيف المناسبة يفهم، في لبنان، عذرا سيادة العميد، كيف يفهم بإطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه الشريط الحدودي وكان هناك توقعات من تحشيد للجنود الإسرائيليين؟ هل كان هناك يعني تمهيد من قبل حزب الله بهذا القصف الصاروخي على علم من خلال هذه المعطيات بدخول بري؟ هذه رسالة من المقاومة أنها ليست خائفة من هذا الغزو البري. لا زالت جبهة الجنوب مشتعلة والمقاومة تستهدف وتستنزف العدو الإسرائيلي وتقصف عمقه، حتى حيث جاءت المعلومات أن المقاومة قصفت قاعدة بيرون وجبل ميرون. جبل ميرون ارتفاعه تقريبا يعني 1200 متر تقريبا. هذه القاعدة هي تعتبر في المرتبة الخامسة استراتيجيا بالنسبة للعدو الإسرائيلي. يعني مفاعل ديمونة هو المرتبة الأولى استراتيجيا، فقاعدة بيرون لها أهمية قصوى في جبهة الشمالية. عندما تقصفها المقاومة وهي تعلم أن الجيش الإسرائيلي بصدد تنفيذ عمل بري، هذه رسالة لإسرائيل أن المقاومة ليست خائفة من هذا الغزو البري. طيب، ولا زالت تستطيع عن قرب أن تقصف إسرائيل بصواريخ. نعم. سيادة